رسالة اليوم تحب توجهها للناس هذه اللي موجودة في دار الثقافة، تحب توجهها للشعب التونسي اللي ثلاثة أيام عاش على توديع شكري بالعيد، شنو تقول له؟ نقول له نواصلوا، ونقول له نشدوا صحيح، ونقول له نقفوا مع رواحنا ومع تونس، ونقول له لو كان راهو بور موا جو بونس سي لو مومون او جامي، يلزمنا توا وتوا ان نوقفوا بلادنا على ساقيها بار دي انستيتيوشن دو ديموكراسي، مؤسسات ديمقراطيه. انا ما عنديش بالفعل في مخي، ما عندي كان ضروره ارساء مؤسسات ديمقراطيه ضروري، واول نقطه يلزمها تتعمل حالا والان وهنا طبعا بعد استقاله الحكومه كامله. نقول لهم نقفوا مع رواحنا باش تستقيل الحكومه اللي الله غالب فشلت، وباش نعملوا حكومه جديده، وباش نرسيو اسس ديمقراطيه. نقفوا مع رواحنا باش ما نسكتوش، نقفوا مع رواحنا باش ما عادش نموتوا، نقفوا مع رواحنا باش الناس تاكل مليح، نقفوا مع رواحنا باش نتنفسوا شويه هواء كيف المواطنين الكل، باش نكونوا مواطنين، باش تنحى سياسه المكيالين. نقفوا مع رواحنا. البارح انا شفت وقلت شرايين الحريه موجوده في دم كل تونسي تحركت، وادعو التوانسه الكل انهم يواصلوا ويقفوا وما يتخليوش على ذواتهم لاي سبب كان.